بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتنا الجديدة ان شاء الله، هنسميها قناة الابلايد هيستوباثولوجي. بإذن الله هنشرح فيها منهج المعهد الفني الصحي ان شاء الله، فنتمنى منكم بإذن الله ان انتم تعملوا مشاركة فعالة طبعا، وبرضو تقولوا لزمايلكم في المعاهد التانية وكده، اللي عايز طبعا يستفيد يدخل برضو ويشوف القناة ويشارك برضو الفيديوهات ويعمل طبعا مشاركة. معاكم ان شاء الله دكتورة هند صلاح ابو صفية مدرسة الباثولوجي. ان شاء الله المنهج بتاعنا اكيد طبعا احنا كلنا بدأنا فيه، وعرفنا طبعا ان هو بيتكلم في الاول خالص على البيزك باثولوجي، يعني تعريف الهيستوباثولوجي واهميته وليه احنا اصلا بندرس الباثولوجي، وبنتطرق شوية لانواع التيشوز، ازاي بناخد البيوبسي، بنتعرف على اهمية السيتولوجي واهمية الفروزن سيكشن، وازاي طبعا بنعمل الحاجات دي كلها، وايه الانديكيشنز بتاعتها، وايه الادفانتجز للحاجات دي كلها. بعد كده هندخل على ازاي بنعمل الصبغات، ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها، المواد الكيميائيه اللي بنستخدمها وازاي بنتعامل معاها، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا فيها وازاي نحلها، والا يعني لما اشوف شريحه الاقيها مشمعه، الاقي الشريحه فيها مش واخده الايوسين كويس او مش واخده الهيماتوكسين كويس، اعرف العيب فين بالظبط، في انهي مرحله من مراحل الصبغه، وازاي اقدر ان انا اتفادى العيب ده. بعد كده هنتكلم على شويه كده من السبيشال ستينز، زي مثلا الكونجريد ستين اللي بتسبغ الامايلويد، زي مثلا الباس ستين للكربوهيدرات، الانواع دي من الصبغات اللي هي ساعات بنحتاجها لتشخيص امراض معينه. بعد كده هنتكلم على الاميونو هيستوكيمستري، واللي هي طبعا الصبغات المناعيه واهميتها دلوقتي، وازاي بنعملها، والتكنيكس اللي احنا بنستخدمها فيها، ولو في اجهزه اوتوماتيك زي اللي عندنا طبعا بنتعرف هو بيشتغل ازاي، ده طبعا في سكاشن العملي. بعد كده هنتكلم على الالكترون مايكروسكوب واهميته، وايه الصبغات اللي بتستخدم فيه، وهل هو طبعا متاح في كل مكان ولا لا، وايه هي بيستخدم في تشخيص انهي انواع من الديزيزس، واهميه الايه الموضوع الالكترون مايكروسكوب ده. وان شاء الله بنتمنى ان احنا باذن الله نفيدكم، وان احنا نكون عند حسن ظنكم، بس طبعا اهم حاجه ان انتم تعملوا مشاركه ايجابيه، وايه وان انتم برده زي ما قلت لكم كده تخلوا زمايلكم في المعاهد الثانيه او في الكليات الثانيه يعني يدخلوا طبعا معانا ويشوفوا الايه الفيديوهات ويحاولوا ان هم يستفيدوا. وشكرا لكم.